السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي ومشاهدي الأعزاء لقناتكم إبراهيم للعقارات بلاس. اليوم سنقترح عليكم عقار من الفئة الكبيرة، تتواجد في منزل تكون بالنسبة لي جوج طوابق، كل طابق فيه شقة واحدة فقط. العقار ديال اليوم تتكون لنا من جوج صالونات، وبالأحرى صالون سيجور، ثلاثة غرف ديال النوم، مطبخ وحمام، وعندنا الغرفة للوالدين بحمام خاص. نبدا نهار ببركة الله دو الدريجات. عندنا في كل شقة فيها في كل طابق فيه شقة واحدة، هذا الباب ديال العسل، شقة ما شاء الله ممتازة، موقع ممتاز. الموقع اللي تنتوجدو فيه حاليا، حنا تنتوجدو في حي كاميليا، الدخلة مباشرة كما ذكرت تلقاو الصالونات. الصالون الأولاني في هاد الزخرفة رومية، في هاد الضوء الخافت ديال الليد، الريدوات إلكتريك التحكم ديالهم تيكون من الدخلة ديال الصالون بحال هاد الشكل هذا. عندنا هنا لاستالاسيون ديال كليماتيزور، وعندنا بالنسبة لهاد الصالون فيه البلاصة نتاع جوج ديال المصابيح، المصباح الأول والمصباح الثاني، وهاد الفاس عندنا فيه الفاس ديال التلفاز. وهنا محايدة تلقاو الصالون الثاني، تيجي بهاد الزخرفة ديال السليمانية، الزخرفة ديال القبس منقوش. يجي عندنا صالون بلدي من هي حتى ديال مثلا التفريشة ديالو، هذا تيمشي بالسداري، والصالون الثاني تيمشي مثلا بالشكل ديال الفوتو. عندنا تيجي هنا البلاصة، هاد الفاس تيكون فيه التلفازة، مازال عندنا لي زاكسيسوار ولا لي سانيتير ديالو مازال مراكبش. وهنا في الدخلة تلقاو التحكم ديال الريموت، تيكون امتياز كبير ملي تيكون الريدو بعيد على البلاصة اللي تيكون فيها التحكم. لكن مثلا عرفو الصالونات تيكونو ديال الضياف، ملي تيكون عندنا بريز الريدو مقابل مع السرجم، حتى إلا كانت عائلة وعندها وليدات صغار تيبقاو كما تنعرفو تيلعبو في الريدو تيطلع ويهبط. من الأحسن ملي تيكون في الدخلة ديال الصالون تيتحكم صاحب الشقة، هو اللي تيتحكم في العلو ديال الريدو، واش يكون هابط واش يكون طالع، على حساب الوقيتة اللي غادي يكونوا فيها عندو الناس في المنزل ديالو. إذا هكا على الدخلة لقينا الصالونات، هنا تلقاو لافابو الفاسك، هذا الحمام الأولاني اللي هو هذا، تيجي هنا البلاصة ديال الرشاش اللي ممكن ان يكون فيه الزاج ديالو الا بغيتي تعزلو، وتجي هنايا طواليت، وكاين لاستالاسيون ديال لافابو الثاني الا بغيتي تزيد لافابو واحد اخر. هنا تلقاو المطبخ، المطبخ ما شاء الله مساحة كبيرة، لي بلاكار نوع ديال الام دي اف، بوطاجي رخام غرانيت، جبنا الانوكس من النوع الممتاز. هنا تجي من البلاصه ديال ماكينه الصابون تجي كاسترين، البلاصه ديال الفران، البلاصه ديال البطاطا تكون هنا فوق منها الهبط، هنا البلاصه ديال الشو. ومن طبيعه الحال الثلاجه عندك مجموعه ديال الاختيارات، ممكن انها تكون في هذا الفاس وتكون هنا او هنا في هذا الكون، تيبقى على حسب الاختيار. حتى كما تلاحظوا ان النوافذ تبارك الله راه بمساحة كبيرة. اذا من الخلف ديالي الباب ديال الغسيل صورنا الصالونات، الحمام الخاص بالضياف، والمطبخ.
هنا غادي نلقاو الغرفه اللي غادي نسميوها الغرفه رقم واحد. تجينا حتى هي تبارك الله في هذه المساحه الكبيره. الغرفه الاولانيه ممكن تكون بيت ديال الوليدات او الغرفه ديال الكلاس يبقى على حسب الاحتياج. وكما تلاحظوا بالنسبه راه عندك لي فاي ديال الشعل والطفيان من الجهه اليمين ومن الجهه اليسار حتى الا بغيتي تستعملها كغرفه ديال النوم تتخدم مزيان. بغيتي ديرها غرفه ديال الوليدات تجي التقسيمه ديال الناموسيات كما انت بغيتي. وعندنا هنايا الفاس ديال التلفاز وكما لاحظنا ان حتى الزخرفه ديال الجبس بقات الزخرفه اللي هي مفتوحه. الديكور عطاك انك ممكن انك تفصل الشقه بالتقسيمه اللي انت بغيتي، عفوا الغرفه بالتقسيمه اللي انت بغيتي، ما حاكمش عليك الديكور ديال السقف فين غادي دير الاتجاه ديال الناموسيه. عكس من الذي نمشيو للغرفه للوالدين تيكون حتى الديكور ديالها مفروض عليك الشكل بان غادي دير مثلا الفاص ديال الناموسيه بالاتجاه ديال الزخرفه ديال الجبس. حتى هاد البيت هادي جا ستيل ديالها بحال هاد الشكل هذا وجات مفتوحه في الاختيارات حتى هي من طبيعه الحال فيها لي بريز لي فاي ديال جوج ديال الجهات. حتى الى تكون مثلا عندي الغرفه ديال الوليدات فعندها حتى هي هاد الاحقيه هادي. هنا تلقاو الغرفه الرئيسيه الغرفه ديال الوالدين اللي غادي نلقاو في وسط منها الحمام. ان الباب ديال هاد الغرفه هو هذا تبيبا ما شاء الله موديل جديد سامبل وعود من النوع الممتاز. العود هادو كامل ليطر. هنا تلقاو الحمام الخاص الغرفه الداخل اللي يكون فيه الرشاش، عندك البلاصه ديال لافابو، عندك البلاصه ديال الطواليت. كما ذكرنا هذا العقار مازال في المراحل النهائيه ديالو وعندنا امتياز ديال الديباره اللي كاينه فوق من الحمامات بجوج. هذا الحمام ديال الغرفه ديال النوم راه مستعمل هذا البلافون ولا هذه المساحه ديال الحمام كامل راك مستعمل فوق منه ديباره. وحتى بالنسبه للحمام الاولاني اللي كنا فيه حتى هو كذلك راه فيه ديباره الفوق. بالنسبه لهاد النقاصه اللي كاينه هنايا ديال المصباح اللي ضوينا على الخزنه الفوق تيكون عالي باش ما يبقاش الضوء ضايع لداخل. حتى تتشعل المصباح هذا غادي يكون الضوء لداخل، بعكس الا كان مثلا حاضر ممكن انك تشعل المصباح بدون قصد ويبقى مده اللي هي طويله شاعل وما تردليش البال. اذا هذه الغرفه عند الوالدين تجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه بحال مثلا الديكور ديالها تيفرض علينا ان الناموسيه تكون عندنا بهذا الاتجاه، لان هذه الغرفه ديال الوالدين وهذه تكون فيها ناموسيه وحده، عكس الغرف الاخرين اللي ممكن انهم يكونوا ديال الوليدات وتيبقى لك الاختيار ان الناموسيه ممكن تحطها على مجموعه ديال الاتجاهات. هنا انفاس معنا تجينا البلاصه ديال التلفازه. وهنا تلقاو بلاكار ماريون كوليس بالام دي اف في جوج دفات تدخل في وسط المدفأ. كما تنعرفو هاد لي بلاكار ديال الام دي اف تيكونو تيحافظو على المساحة. إذا تنتمنى أن العقار ديال اليوم يكون نال الإعجاب والرضا ديالكم. كان معكم أخوكم إبراهيم، ما تنساوناش بالدعوات. دمتم في رعاية الله وإلى شقة وعقار آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.